يا أشرف افتح لوحتك ثانية. أشرف يا حبيبي افتح. طب معلش يا ماما روحي انتي شوفي وراكي ايه شغل في البيت وسيبيني مع الواحد. حاضر أبوك قرب يجي وما عملتش غدا. هديه. حاضر. أشرف ماما مشيت. أشرف افتحلي أنا سمسمة حبيبتك. يا أشرف لو أنا غالية عليك وبتحبني بجد افتحلي. أشرف أنا جاية مخصوص علشانك. جرى ايه بقى يعني عايزني امشي من غير ما تشوفني ولا ايه؟ يلا افتح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اخويا الجميل الجامد بيعيط ومبهدل نفسه كده؟ اخص عليك اخص، ده انت كلها يا ابني 5 سنين وتبقى مهندس قد الدنيا. مهندس؟ انا عمري في حياتي ما هبقى مهندس. انا جاوبت في كل الاجوبه اللي في الدنيا غلط، انا عارف انا هسقط. طب وايه رايك بقى ان انا متاكده انك هتنجح وكمان هتدخل كليه الهندسه؟ بجد؟ ازاي؟ مش هقول لك الا لما تروح تغسل وشك وتحلق دقنك دي وتغير البيجامه المكرمشه دي وتقعد معايا نشرب كوبايتين شاي، ساعتها هقول لك. سامي مراتك كده شكلها غضبت منك وقلبت عليك. قلبت عليا ليه؟ انا ما قلت لها حاجه تضايقها. امال ايه يعني اللي خلاها تروح بدري وتاخد العربيه معاها كمان؟ زي ما اتفقت معايا انها رايحه النهارده عند بيت اهلها. كمان راحت بيت اهلها؟ عموما الغيره احساس لذيذ، بتسخن حياه زوجيه كده وبتكسر الملل. غيرتي بس يا ستي. ها هتروح ازاي؟ هاخد تاكسي. هعمل ايه؟ هي بيت مامتها فين؟ منشيه البكش. انا عن نفسي رايحه مصر الجديده، لو انت مش هتقع في مشاكل ممكن اوصلك في سكتي. مشاكل انت عبيطه، انت زميلتي عادي جدا. خلاص يلا. اهم حاجه عربيتك مكيفه؟ لسه تكييف بايظ. لا لا هاخد تاكسي هاخد تاكسي. محمود يلا بقى. والله زي ما بقولك شفتك في الحلم وانت معاك متر كبير واقف في الارض وبتاخد المقاسات وجنبك واحد واقف بيكتب المقاسات دي. تلاقي الراجل اللي واقف بقى ملاحظ العمال. وقلت لي كمان هبني لك احلى فيلا في مصر. انا؟ امال انا؟ صدقني يا قشر. ايوه يا حبيبي صدقها، اختك طول عمرها احلامها ما تنزلش الارض ابدا. مره وهي صغيره قد كده اهو قامت من النوم، يا بابا يا بابا يا بابا انا حلمت يا بابا انك انت جبتي لي خاتم ذهب. فاكره يا ماما؟ طبعا يا حبيبتي فاكره. كنا اياميها اخر الشهر وكان ابوك معايا يا دوبك حق المواصلات. نزل راح الشغل قبضوه فرق علاوات، فرح قوي بالمبلغ ونزل على اول سايغ واشتراه الخاتم اللي هي حلمت بيه. بجد يا ساميه؟ ايوه طبعا بجد. امال ماما كدابه؟ ولعلمك بقى الخاتم ده لسه عندي ولما تجيلي هوريهولك. يعني انا هنجح في الثانويه العامه؟ هتنجح في الثانويه العامه وتجيب مجموع كبير وتدخل كليه الهندسه وهتبني لي الفيل. لا تكوني شفت كابوس مش حلو. يو كابوس ايه بس؟ كابوس ايه يا عبيط؟ كابوس ايه اللي هشوف فيه فيلا وبيسين واشرف اخويا حبيبي؟ ده بابا جه اهو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تعالي دي ساميه هنا اهي. ايوه انا شفت عربيتي راكله تحت. فين محمود جوزك؟ زمانه على وصول. ساميه احكي لبابا يا حبيبتي على الحلم الحلو اللي شفتيه لاشرف اخوكي. بقول ايه يا ابو اشرف؟ فاكر الحلم اللي حلمته ساميه وهي صغيره وجت قالت لك يا بابا ده انا حلمت انك انت جبت لي خاتم ذهب؟ انا فاكره طبعا. فاكر الحلم ده وده حلم يتنسي. ها خير شفتي ايه يا بنتي؟ اللي قول يا محمود. انت يعني الست اللي مديها تحرر وجينزات وباديهات وتيشيرتات ودلع كده على الفاضي والمليان تعجبك؟ والله يا سامي يا حبيبتي انا بتعجبني في الست المواصفات اللي عندك، والمواصفات دي مش موجوده عند اي واحده ست تانية. ويا ترى هفضل عاجباك لحد امتى؟ لحد اخر يوم في عمري يا حبيبتي. يا سلام. امال ايه بقى الحركات والجو اللي كنت عاملهم مع الست شهيره هانم دول؟ شهيره دي يا حبيبتي مش اكتر من زميله وصديقه. مفيش اي حاجه اسمها صداقه ما بين راجل وست. ليه بس يا ساميه؟ مش انا وانت قبل ما نتجوز كنا اصدقاء؟ شفت؟ شفت ايه؟ مفيش حاجه اسمها صداقه ما بين راجل وست. اديك قلت بنفسك صداقتنا يا استاذ قلبت بحب وجواز. لا معلش يا ساميه انا من اول الحكايه كنت ناوي على جواز. ساميه حبيبتي انت بتلف وتدوري عايزه توصلي لايه؟ خايف. خايفه يا محمود. خايفه لحسن حكايه الصداقه والزماله مع الست شهيره دي تقلب زي ما قلبت معايا. يا عبيطه. هو يا حبيبتي اللي يتجوزك يفكر تاني في كلمه جواز؟ نعم.
قصدي يعني اللي يتجوزك انت مختلفة تماما عن كل الستات اللي في الدنيا. اهم حاجة بقى اي حد يتجوزك يقعد يحمد ربنا على النعمة اللي ربنا ادهاله ويقعد ليل ونهار يشكره عليها. كلام جميل، ده كلام اعلان جديد بتحضره ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، الاعلان ده بيبقى للسيراميك، بيبقى للزلط، بيبقى للتكييفات، لكن انت حاجة تانية، انت محتاجة مسلسل طويل 35 حلقة منتج منفذ. ماما ماما. ايوه يا حبيبي. بقولك ايه، هي الحكايه بتاعت ساميه دي حقيقي؟ حكايه ايه؟ حكايه انها لما بتحلم بحاجه بتتحقق. اختك طول عمرها كده يا حبيبي، احلامها ما تنزلش الارض ابدا. يعني الحكايه بتاعت الخاتم الذهب دي حصلت فعلا وهي صغيره، ولا هي بتقولي كده بس عشان تطمني؟ طبعا حصلت يا حبيبي. الله، ما تقول لي ابو اشرف. ايوه يا ابني فعلا، يوم ما حلمت بالخاتم تاني يوم جالها الخاتم. كويس، يبقى كده الحلم بتاع الفيلا يتحقق ان شاء الله. بقول لك ايه، انا مشغوله قوي على اشرف، نتيجه الثانويه العامه قلبله كيانه خالص. يا قلبه كيان هو بس، دي قلبه كيان مليون ولد وبنت وابهاتهم وامهاتهم واهاليهم. وبعدين يا سامية، وبعدين؟ وبعدين جه نبيل ونزل فيهم ضرب وخدك وجاري. نبيل؟ نبيل مين؟ نبيل اللي بيشتغل معانا، اللي بيشتغل في البوفيه. الله، طب ونبيل ماله مال؟ وانا شعرفني يا ناتي، انا بحكي لك على اللي شفته. المهم جه نبيل وهجم عليهم ونزل فيهم ضرب وبعدها خدك وجاري. جاري؟ جاري راح فين؟ معرفش، انا صحيت من النوم بعد كده. غريبة قوي الحلم ده، وده تفسيره ايه؟ يعني يمكن معناه ان ان شاء الله باذن الله مشكلتك دي تتحل على خير. والله، طب ونبيل بتاع البوفيه ايه دخله في الموضوع؟ اسئلتك كتير قوي النهارده يا نادية، انا بحكي لك على اللي شفته. ربنا يستر. امبارح اخويا كلمني من الخليج، حكيت له عن المشكله اللي انا فيها، قال لي انه هيبعت لي 5000 جنيه وانا معايا ذهب يجي ب 2000 جنيه يبقوا 7000. تفتكر الشركه ممكن تاخده وتقسط لي بقيه ال 20000 من ماهيتي؟ ايه ده، انت نويتي تسلمي؟ مفيش اي طريقه تقدري تثبتي بيها ان مدير الانتاج ده فعلا اخد منك الفلوس. مفيش غير الوصل اللي مضى عليه، الوصل بس هو اللي ممكن يثبت. ايوه ايوه. ايه في ايه؟ طيب في ايه؟ انا نجحت يا ماما. انا نجحت وجبت 97.5%، يعني داخل هندسه. حلم سامي اتحقق. يا بنت كريم يا رب. تعالى يا حبيبي اطلب بقى في التليفون طمنه. لا انا هكلم سامي الاول وبعدين هكلم بابا. الو، الاداره الماليه لو سمحت. ماما انا عايز كل ورق الاسئله ولع فيه، ولع في نفسي يا ماما. الشر عليك يا حبيبي. ساميه ازيك يا حبيبتي يا روح قلبي، وحشاني. حلمك اتحقق، انا جبت 97.5% وداخل هندسه. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. مش قلتلك انا احلامي ما تنزلش الارض ابدا. خير يا ساميه؟ اشرف اخويا نجح في الثانويه العامه ب 97% ونص يا حبيبي، ونص. مبروك مبروك يا اشرف. نعم، مين دي اللي تجيب لك هديه؟ لا يا حبيب قلبي، كل الناس تجيب لك هدايا الا انا. طبعا مش انا اللي حلمتلك. الف مبروك يا حبيبي، يلا بقى بسرعه كلم بابا عشان يفرح معاك. سلام يا حبيب قلبي.